بس انا 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 نقول لك لا ماشي راديو كاين اللي كيطلق لها الاغاني كاين اللي كيطلق لها القران لا انا فهم لك واش علاش ننصحوا حنايا واحد واحد النقطه تصرف لها الاخت بهلاس قالت القنيه كتصب العين كتموت وكانت القنيه كتموت بعينك وكانت قاره بخير هذيك ما تيقول لك دير لها راديو القنيه الشريفه حساسه تنصحوا حنايا بحكم التجربه ديالي تقريبا عندي 10 سنين في القنيه في تربيه الارانب كتخصك تعوضها تولفها كتولفها على واحد الاصوات علاش كنقول لك انا خذ القنيه عندها شهرين كاين شي موربين تيقول لك انا ناخذ القنيه عندها 5 شهور واجده نربح على وقت هذاك راه فاشل ناخذ القنيه عندها شهرين بمعنى غناخذ قنيه صغيره مازال ما عارفه والو غنديها عندي غنهزها من واحد المكان واحد الكوري واحد الجو واحد الماء واحد العذب وغندير واحد الكوري اخر كيوقع لها واحد الصونجمون لوكال تقدر تستريسها تقدر كذا بزاف ديال الحوايج ملي كنديها صغيره كندريسيها على يدي كنربيها على يدي نقدر كنعطيها عرف اكس ملي نعطيها عرف اكس ما نلقاش مشكل ديال التسممات نقدر الماء هذا ديال البير وهذا ديال الشركه فيه كلور ما نلقاش مشكل ديال التسممات نقدر انايا كنطوي الصباح عندي الوقت كنطوي الصباح هذاك السيد كان فينا طوي بالليل ويعطيني ماكله الصباح تصور ان القنيه مولفه واحد الجو واحد الهرج واحد الصداع واحد هذا انا عندي القنيه في العروبيه الكار انت قرا على الطريق يدوز حداك غير كلب يخلق لك مشكل يدير غا هاو هاو يخلق لك مشكل كبير وكبير وكبير بزاف واش فهمتيني كناخذوا القنيه عندها شهرين كنديها تنخدمها كنوجدها على يدي تيقول لك مثلا انا كندخل انا بواحد الكومبيليزو عندي مع 8 ديال الصباح كنطوي مثلا في 7 ديال العشيه كنعطي الماكله واحد النهار دخلت وسط النهار وصدرت واحد الصوت القنيه ما مولفاش تسمع داك الصوت ديال داك الوقت اش يوقع لها وسط خاصك تقمع انا كندخل عندي انا واحد النهار جا معايا واحد السيد هذاك السيد دار شي حركات ماشي هما هذوك القنيه ما متعوداش على داك السيد كيدير داك الحركات شمات واحد الريحه ولا شافت واحد ما ماشي هي هذيك اش غيوقع تتخلع والقنيه حساسه كتسرى ضربات القنبله علاش كنلقاو الاكسترونا ولا غوميز اللي هما الشركه العالميه للرائدين في صناعه الاقفاص كيجيو للحرف وكيديروا لك واحد الطوله علاش باش القنيه كتبقى عايشه غير داك المحيط ديالها ما كتبقاش تشوف شنو داير بها ما عندهاش علاقه باللي داير بها كتشوف غير داك المحيط المغاربه ديالنا انهم تيقول لك الحاجه تولد الاختراع المغاربه ديالنا باش يتفاداو داك المشاكل كيطلقوا لها الراديو تبوسق مع راسها والصداع والهرج كتعود على الهرج واخا تجيب انت شنير ولا هيلتي وتبقى تقب ما عندكش مشكل انا في مراكش صوت الباسكولين الراسي والله العظيم الى القنيه باش هذا القنيه خدامه وكلها حامله وقابط هيلتي انا واحد السيد وكاسين تنفرعوا هذا والصداع والهرج واحد السيد قال لي باز لك اخويا قلت له هانيه ولكن تصور تمشي لواحد الكوري في واحد القنت ما مولفاش صداع ما مولفات حتى شي حاجه الكام ادهات وتجي حداه وغير تكحب كي غادي دير كتسمع با 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 السيد لا لا دخل عندو هذا دخل انت شي وقع لها اخسوه القنيه ما خصهاش تتعاملوا معها كماكينه خصها كتعامل معها كحيوان حساس بحال اللي كتعامل مع واحد مولادك او لا بحال اللي كتعامل مع فرد من الاسره ديالك تعامل معها بطريقه احترافيه بحنانه شحال واحد يقول القنيه كتاكل ليا 30 غرام او تاكل 100 غرام تيبدا يعبر ميزان والطويصه ويقطع الطويصه بدا يحسب لها ودير كالي كثير راه تخربيق الحيوان كل ما كرمتيه كل ما عطيتيه كل ما جازيتيه كيجازيك والرسول عليه الصلاه والسلام قال لك في كل ذي كاس كبد رطب صدقه ماشي بالضروره انك تربحها شوف اسمو على انها تتزمن وما تتولدش شوف هنا كنديروا كنخدموا بالعلف كاين العلف ديال التسمين والعلف ديال الحليب العلف ديال الحليب فيه مركبات عكس العلف ديال التسمين كتسمن وما كتولدش تنعرف انا كيفاش نتعامل معها هذاك الشيء خليه السيد اللي غادي يطيح دابا حنا حاولنا نديروا هذا البوز باش نشربوا واحد الكويز داتاي ونخلقوا واحد الورشات نجمعوا المشاكل بحال الاخت عندها مشكل هي كتربي القنيه وانا ما تنعرفهاش مع العلم انا كنعرف الموربين المغرب القنيه كاملين ما بغيتش نذكر الاسماء ديالهم سنين تنعرفهم كاملين تيربي القنيه في المغرب كامل تنعرفو حتى واحد الشركات اجانب دخلوا عاود سيتو بحالهم لقينا المشكل
مشكل ديال التسويق كاينين حلول. كاينين حلول. انا شركه قالت لنا خدمنا لكم طوند القنيه في السيمانه. جيت باش جيت شوف وجهت نداء للمربيين كاملين ماشي للجمعيه وجهت نداء للمربيين كاملين اشنو لقيت؟ قالك اي ان اي نوجدوه ما توجدليش بالفم وجد لي بالوراق حيت انا ملي غنمشي ندير عقد مع هذه الشركه ملي غندير معها عقد غندير هذا ليفري لها طون في السيمانه اي غنليفري طون في السيمانه غيوصل يوصل شهر خمسه يوصل شهر خمسه غيحبس غيوقف معظم المربيين كيجي للصيف كتحرف له مازال البرد يقدر يقاوم كتجي للصيف كتحرف له تيبقى غير تيشوف كما دايره والو ثلاثه ومع العلم ان كاين طرق سهله باش نتفاداو داك الفترات الصيف هذه بالنسبه لهذه القضيه ديال اننا نوجدوا مثلا ديك الشركه تكون هكا فيزيون بين التعاونيات وديك الشيء مثلا واحد انا تنقول انت في النهايه واحد حداك في بودربال في توجطات واحد حداك في البهالين لا سميتو في هذاك ولاد سليم واحد في هذا واحد في هذا وكديروا واحد النهار كنجيبوا له كنجمعوا وكنجيبوا له جوج سلعه ديالكم كنعيطوا في الشركه تيبقى كامل ديالها تتلفقني وتهز فيا بلادك هو كاين غير مربيين ها الناس في وجده وفي الناظور تبارك الله اعطي القنيه تيجيو بكوبات راه غير بنا القنيه فينا هي نشوفوها نعطيك دابا انا كنت في طنجه هذا الاسبوع البارح البارح نستنى واحد جوج ديال اللات فين هي القنيه جيبها لنا 35 درهم بالجمله غير جيبها لنا نشوفوها حنا بغينا بحال هاد الاسواق هذه حيتاش حنا جيبها لنا تنقول له شوف اشري انا ما نحسبكش ب 35 درهم نحسبها انا هي ب 25 درهم ولكن كتلتزم معايا بواحد الكونتيتي غتاخذها مني اما في الشهر او في سيمانه على طول العام ماشي في البرد اللي كاينه القنيه اللي الطلب تاخذها مني في الصيف اللي كاينه عند تحاب العشوشه وصحاب السطوحه خرجوها اللي كيداوها الثمن طاح وفي الثاني ما تبغيش تاخذها مني تندير معاك انا على طول العام التزم معايا علاش ملي غتلتزم معايا غتاخذ مني واحد القدر ديال القنيه في العام انا كنشوف راسي خصني حتى انا بغيت نستثمر مليون نولي نستثمر جوج ولكن الا استثمرت جوج هذاك الانتاج ديال داك الجوج ملايين كنعرف بان كاين السوق عندي من نبيعها ماشي انا نتخسر دمجو في وقتي وفي التالي واحد يضحك عليا مؤخرا زدنا في اذاعه اسم كلاس الجاويه هذا المشاكل تاعني من امن المربي الصماصيره والوسطاء بقات وجدت السلعه ديالك هي فعلا الوسيط راه كيأدي واحد الدور عنده واحد المهمه ومهمه مزيانه ولكن كنلقاو هو الراجل هو المعلم هو اللي احسن من المربي انت خسر وقتك جهدك فلوسك الماتيريال ديالك كضرب وهذا وتيجي هو تديها بارده داكشي اللي ما غاديش تصورو انت كيصوروه هو احسن منك غير في بريكول في نهار غير التليفون طق طق وضربت لا الوسط خليه له الهامش الربح ديالو خليه له فين ياكل العكس ولكن هذاك الوسيط جمعه ما بقاش مشتت خصنا نجمعوه حنا معظم القنيه في الجروبات صحاب القنيه في الجروبات غير الهضره وكنتحداهم قول لهم يدخلوني انا في الجروب شي جروب ومعروفين قول لهم يدخلوني ما يقدوش يدخلوني غادي يقول لك هذاك نصاب شفار بدا يقولوا في فيديوهات وفي مكتبه وكذا قول لهم عطوني دليل قاطع علاش انا تنهضر في كلشي كنهضر بصراحه انا ما تنخبيش تنهضر نيشان الواجهه اش كاين اش كاين ها المشكل ديالنا القنيه نهضت في المغرب تنعرفها والناس اللي بداو القنيه في المغرب اش داروا نكثروا المشاكل والصداع والناس هربوا بحالهم لان السوق توسخ نعطيك مثلا فؤاد اجانب كاين شي واحد احسن من اطلس اراني كاين شي واحد بحالو جوا هاد المربين كنعرفو من الكورية اللي كاينة في العرب هادي كاش كدير كنطرف كاين بزاف وحنا المشكل ديالنا